بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الدرس أنا قمت بشوية تعديلات بسيطة جدا جدا، مثل أني أخذت الضوء، أخذته على هاي الجهة، أخذت هنا عندي برضو الإضاءة، خرجته من الخارج نتفة صغيرة، خففت الإضاءة، حسيت الثيم الأزرق كان قوي شوية صغيرة، خففتهم من 10 لـ 8. الإضاءة اللي كانت عندي هنا موجودة هي نفس الإضاءة، ما تغير عليها أي شيء، بس أعطيت قويت الـ V-Ray Light Multi Player V-Ray Light Material، خففت المولتي بلاير وأعطيته لون أبيض زي ما أنا بلاحظ هيو، بس خففت المولتي بلاير أعطيته 3 مكان 5. جبت الطاولة النتف الصغيرة لهون غيرت بالنسب. هلأ تم إنه الشغل الأساسي بأعدادات الرندر. هذا المشهد راح يكون عند الأساس لأعدادات الرندر. أعدادات الرندر بدي أعطي الصورة من هنا حجمها 1920x1080. الصورة راح تكون عندي HDTV. جيت قائمة الفيري أعطيته Enable Built-in Frame Buffer على أساس إني أقدر أستخدم Show Last V-Ray Frame Buffer. هذا هو V-Ray Frame Buffer. فهون كبس على Show Last VFB اللي هي V-Ray Frame Buffer، أقدر أستفيد من الإعدادات الموجودة هون من الإعدادات الموجودة هون. Get Resolution From Max ما بستخدمها. Global Switches بتأكد أن Displacement عندي هون On إذا كنت حاب أستخدمها، واللايتس والشادوز كلها On. طيب باجي على Image Sampler بعطيه Adaptive، المينيمم Shading Rate 18، الفلتر Mid-Chinet Valley على أساس إنه يكون الشاربنس ما بين كتم الروم ما بين الأريا. الأريا كتير سموث والكتم الروم كتير شارب، فالميتشن ترافالي بتيجي عندي بالنص. أدابتيف إيمج سامبلر أعطيت المينيمم 1 والماكسيمم 8 عشان أتخلص من النويز وأحسب يعني أحسب أحسن سموثنس أو يعني أقل عدد ممكن من النويز وأعلى ريزوليوشن أقدر أحصلها. فأعطيته 8. 8 تشتغل تربيع فبتعطيني 64. Global DMC 0.85، Noise 0.006 بكفي هيك ما بلزمش أكتر. Global Subdivision Multiplier بكفيني 1 ما بلزم إني أرفعها أكتر. كل هنا Multiplier إذا أضفتها لـ2 تصير عندي الماتيريال. إذا حبيت أعطي ماتيريال مثلا إلها Subdivision كانت هون 8 بتصير عندي 16 لو كانت هاي 2 هيك. هاي بعملها لكنها صارت 16، بضرب كل اشي بالسب ديفيجن ب2، فلا انا خليني على الواحد ما في عندي اي اشكالية. جربت هون اعمل ماتيريال ذهب بس طلعت مش حلوة على الرندر، فرجعت للماتيريال الاصلية. اذا جيت على الكلر مابينج اعطيته رين هارت المشهد الداخلي، سب بيكسل مابينج اون، كلامب اوتبوت برضو اون، جي اي انيبل جي اي، الراديانس ماب لايت كاش. جيت على الامبيانت اوكلوجن خليته مفعل، الراديانس ماب اعطيت الهاي، سب ديفيجن 80، انتربوليشن سامبلز 60 على اساس السامبلز مربوطه بايش بالاضاءه. اللايت كاش 1500 سب ديفيجن، سامبل سايز 0.02، بري فلتر اعطيتها 40 بقدر احصل سموثنس ممتاز. يوز فور جلوسي ريز على اساس ان اقدر اني اعمل كالكوليشن للأجزاء اللي إلها جلوسنس أو الماتيريال إلها جلوسنس بسرعة. الفلتر يكون عندي نيرست. أجي على settings أعطيت الرامات اللي عندي 16 جيجا. يوز إمبري بيعملني فاستنينج للكالكوليشن بسرع الكالكوليشن. الباكيت ويدث اللي هي حجم مربعات الرندر 16، هي تقريبا بتضحك على العين إنه الرندر أسرع بس هو الرندر بيتم فعليا بنفس الوقت. الرندر إلمنتس اللي هو العنصر الأهم، V-Ray Lighting, Reflection, Refraction, Self Illumination واللي حكينا عنهم هذيك المرة. هلأ باجي بتأكد في عندي الطاولة مثلا هنا اللون أخضر، هذا هو الواير واير كلر. هاي الطاولة لونها أخضر فلما أرندرها بتطلع عندي خضرة، هاي عندي مثلا أزرق بتطلع عندي أزرق. نفس المشهد اللي هون، هاي الطاولة بتطلع أخضر، هذا أزرق سماوي، الجدران عندي عملتها بلون أحمر، صورة نيلسون مانديلا عملتها باللون البنفسجي، وهكذا.
باجي على الماتيريال على الفوتوشوب، بعمل بيك للماتيريال وبعدل عليها. طيب اذا جيت هون على فيري لايتنج، فيري عندي هون لايت سيلكت، بالحالة الاولى لايت سيلكت اخترت كل الالوان كل الكلرز، يعني هون اجيت على لايت سيلكت حطيتها قلت له اد واخترت هذا الكلر او اسف هذا اللايت، بعدين بترندر عندي كاليمنت لحال. عندي هاي وانا رندرت بس الاضاءة اللي جاي من هاي المنطقة، اسف في هذا اللايت سيلكت الاضاءة اللي جاي من هذا البلين اللي موجود هنا. في الحالة الثانية ممكن لايت سيلكت اعمل بس انه حدد اللي هي الاضاءة هاي، يعني باول لايت سيلكت بقدر احط هذا الاضاءة بس، اللايت سيلكت الثاني بختار الضوء والزرق، بعدها اللايت سيلكت الثالثة اعطي الاضاءة لهذولا اللي هن الضوء الموجودين هون، وهيك نفس المبدأ. اذا جيت عندي هون على render elements global illumination z depth، z depth اعتمدت على قيمة من بين 0.2 متر 5 متر. كيف حسبتها؟ جبت عندي هون تيبر او التيب هون او قائمة هون عندي الهيلبرز، جيت على التيب رسمت التيب بلش مثلا من هون لحد هون. انا عارف انه التيب بحطه عند الكاميرا، اتأكد من التارجت اللي له، احكي له بلش اول اوبجكت بدي اشوفه هون، احكي اطلع عندي مع ارتفاع الكاميرا تقريبا، باجي بمسك التارجت اللي له وباجي على الاتش، بمسك بس الهيلبر تاب 1، هون ممكن اختار بس الهيلبرز جيت هون على التيبر نيجي على الاول مش مشكلة ما مسكه، برجع على التارجت اللي له برفع ممكن بهذا الشكل التارجت مسكناه احنا الكاميرا. مسكنا تارجت للتيبر حركنا، قديش عندي المسافة؟ توب يجي عندي المسافة معطيني هالتيب 2.2، يعني بتبلش عندي من مترين. باجي من هنا بقدر ارد امسك التيب كمان مرة، امسك التارجت احرك التارجت لإله كامل لوين اخر اشي بوصل عليه. هاي المرة مثلا خلينا نمسك هنا اعتبرها مترين، طلع وين اخر اشي بوصل عندي هاي المنطقة اللي هي 5 متر.6. باجي هون على render element المشهد الاول زيد بثمان يجي اعطيه بلش عندي من 2 متر ل 5.6، خلينا نحكي 6 متر، وبعطي المشهد الاعدادات زي هيك وبعطيه الريندر. ان شاء الله في المشهد القادم اللي هو اخر درس رح يكون عنا رح نتعلم كيف رح نعمل اللي هي التعديل على الفوتوشوب البروسيس عشان نطلع بالشكل النهائي للشغل. يعطيكم العافية.